أخبار اليوم. القدير والكبير سمير الاسكندراني، تقول لنا ايه النهارده وحضرتك مصر في اول يوم بتدلي في المرحله الثانيه في الانتخابات بصوتك؟ اتمنى لمصر كل ما نتمناه من قلب صادق محب، واتمنى للشباب ان يحسنوا في الاختيار استنادا الى ما يرونه من انجازات، ده واضح جدا. فمزيدا من التوفيق وعلى بركة الله. تقول لحضرتك ايه الناس اللي هي احجمت عن المشاركة وقالت صوتي مش هيفيد او انا هعمل ايه لو في ناس محجمة عن انها تربي ولادها. يعني الامراض النفسية جزء من الانسان، احيانا يحدث واحيانا لا. بس فنتمنى لهم التوفيق والاحسان في الاختيار وعدم الاحجام، لأن يعني شايف نصيبة قدام، السلبية لا تنفع ولا تشفع. شايف حضرتك إيه اللي بتطلبه من مرشحك البرلماني؟ شايف عايز إيه منه؟ أن يتقي الله في بلده وفي نفسه وأولاده. بس في جديد عند حضرتك الفترة القادمة؟ إيه؟ جديد عند حضرتك في الفترة القادمة؟ دايما في جديد، والليالي حبالة يلدنا كل جديد. طيب يا استاذ، انا بشكر حضرتك جدا ومرسي.